مشاهدينا الكرام، يا مرحبا بكم في وين ذا كراود. انا وراشد بنقدم لكم هذا البرنامج. اول شيء، نحن حاليا في سياره البث الخارجي المتنقله ما بين الامارات، تحديدا في ابوظبي والعراق. هاي السياره متنقله تكتشف مواهب. المواهب هذه وين تكون؟ في الشارع، تقدم موهبتها. كل مشترك عنده كم دقيقه؟ 7 دقائق. طبعا 7 دقائق هذه لازم يقدم عرض في الشارع قدام الناس، والناس يتجمهرون حوله ويشوفون العرض، وعدد الناس هو عدد النقاط اللي حصل عليها كل مشترك. وطبعا في 5 كاميرات خفيه موجوده حول هذا المشترك ترصد حركه الناس، وفي كمبيوتر ذكي عندنا هني يعد الناس اللي وقفوا لهذا المشترك عشان يحصل على جائزه قيمتها 5000 دولار. مبلغ جدا جميل. وخلنا نروح على طول حق اول مشترك. مرحبا، انا عمار. وانا عقيل. انا بغني. وانا بدعو. العود آلة محبوبة وايد في الوطن العربي، في لها ناسها وجمهورها. بس شوف شوف شوف، بدوا الناس، بدوا الناس يتفاعلون. ايه، اللي يصور راشد. لا لا لا، خليك هنا. خلني انزل. خليك هنا. جميل 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 جميل. خلونا نروح مع بعض نشوف كم عدد الاشخاص اللي وقفوا يتابعون العرض اللي قدمته انت واخوك. يلا. 26. I am Mihran Mihranyan from Armenia. I am drawing caricature. تتوقع بيقدر يجذب ناس اكثر عنك؟ لا لا لا. طبعا مو برسم عادي، ها؟ كاريكاتير. كاريكاتير. واو، حلو حلو. سبع دقائق ترى، يعني ترى شيء صعب ان انت ترسم شخص بسبع دقائق. طبعا. لا، هو تحسه متعود على شيء، تحسه سريع. يلا، ما بقى شيء، ما بقى شيء. متمكن. ايه، قال هو. نروح نشوف كم شخص وقف. يلا يلا، خلونا نطلع على الكمبيوتر الذكي. ها 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 ها. 25. My name is Nasya. I'm 12 years old. I'm from Bulgaria, and today I will be singing and dancing. Find the thoughts I have at night. Different.
شكله الكرسي الأحمر بينسحب. راح شكله شو بيستيبه بينسحب. شكله بينسحب راح أخذه معي أنا. شوف شوف الحرمة قربت قامت تصور. قربت قربت سمعت ايش يقول ليش يوم شاف الحرمة قربت ليش الناس حابين روحوا 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 الناس حابين. Was it all planned in advance or was I just born by chance in July? Oh, who on earth am I? Did I ever live before as a mountain lion or as a fly? My Chuf. يوعد داله ويصورون. بدأ يتقربون بدأ يتقربون. خلينا نشوف النتيجة مع بعض. عدت العشرين؟ 30 30 30 برافو ناسيا برافو. أنا أحمد من بغداد عمري 25 سنة وصديقي كوتو عازف جيتار. يا هلا بك. أرد أشتكي لك على الحصة البية. صوته حلو هو، الأداء حلو، العزف اللي وياه حلو، متناغمين ويا الجمهور. الدنيا حلوة وادري بيها. مثل ما تشوف الشباب كلهم شغلين موبايلاتهم وقاعدين يصورون. حيت شو خربت الدنيا دمار. دنيا من دونك حبيبي دمار دمار. أداء حلو لحد الآن. جمع عدد من الناس صراحة ما كنت متوقع انه ممكن يكون اكو هالقد عدد من الناس. اكو بنات همأتين عوائل موجودين واقفين دولات راحوا لانه خلص هو احنا لازم نصفق له. ادى اداء كلش حلو. تفضل يمنى احنا بانتظارك بسيارة البث الخارجي. اذا ننتقل لل اوكي الكمبيوتر الذكي بلش يعدلنا وعدد الاشخاص اللي وقفوا لك هم ما تعدوا ال 50 شخص. 60 70 71 حلو. اسمي حيدر علاء من بغداد عمري 23 سنه وطبيب اسنان. والمكان طبعا اللي هم فيه الشباب يعني مكان يعني مر بسيارات بايسيكل المطارات واكو ناس دا اشوف انه قاعد يوقفون سيارتهم ودا ينزلون. هذا دا يتفاعل دا يصفق احنا بخلنا نصفق. ما تصفق خصم ما يقبل هذا المنافس ما انت شلون تصفق له ما يصفق. هنا نروح مو رياضي ابدا هاني. هي الفكرة انه الموهبة تجذب الناس يعني اذا كان العزف حلو الصوت حلو الاداء يعني جميل فتلقي الناس اللي تتجمع تسمع حتى اللي يسمع ممكن يسلطن يظل واقف. يلا خلينا نشوف اذا الكمبيوتر الذكي اللي عد عدد الاشخاص اللي هم وقفوا للموهبه الثانيه. 10 20 30 40 راح يعبرك 49. مرحبا اسمي مهند مصطفى عازف كمان ومدرس موسيقى عمري 27 سنة. من أعرف إذا صوتك أو عزفه هو اللي راح ينتصر بالأخير بالضبط صوتك والجيتار اللي وياه.
الشباب دي يتقدمون بس دي يتقدمون عليه وقاعدين يصوروا بحاضر اللي لابس سترة سوداء واللي لابس قميص أبيض وسترة رصاصي هذول 30 متر كوب. يلا تقدر ابدي من هسه اريدك شنو ترى على هيك فد شيء يعني مال اي اي انطلق كمبيوترنا الذكي فاز 10 20 مرحبا اسمي سجاد صديقي سجاد صديقي زيوني احنا ثلاثة اشخاص لواعيب بي ام اكس بغداد الحركات مالتهم حلوة دي يسوون اشياء يعني صعبة مو اي شخص يقدر يسويها الجمهور بدأ يتجمع بدأوا يصورون بدأوا يشاهدون لحد الآن دا أشوف عدد زين للناس يعني مددوا اثنين مو واحد اوف شو تتوقع راح يدوس عليهم راح يكون زبون فوقهم شو راح يسوي والله اكيد هم متمرسين يعني مو مالي غلطون هيج غلطه اوف 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 اوه بكره تنام بمكان ولا لا اكيد لا يعني تعال خلينا نشوف ايش قد جمعت ناس تتوقع اكثر من عنده؟ ما اعرف هو عنده 76 لازم تجمع اكثر عدد 38 We are NM1 and we are Arabic hip hop group My name is Ahmed عمري 22 سنه من اليمن My name is Adam I'm 18 I'm a dancer and I'm half Lebanese half Ghana And my name is Ibrahim aka Mickey I'm 22 years old I'm Jordanian and we are NM1 First fight بعد ما حشوف الريد لايت الدنيا عجبك انا ميد نايت everything will be alright 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 اثنين يغنون وواحد اوكي بدأوا الناس يسمعونهم اصنع فن في السحك كيليان ميرفي بدأ اودا اوف توم الشلبي تعمل خير والله جذبوا الناس من البداية قلت تبروف لسه عايش برغم الظروف لسه بحاول اقدم التروث بكرة حوصل بكرة حتشوف شوف level up level up أبو ظبي هي تعرف ترقص بريك دانس؟ إيه إيه بس أنا لو نزلت الحين ممكن يجمع ناس أكثر طبعاً ما بتكون يعني حرام ما يصير في ناس ليفل أب جو عالي مية مية ليفل أب ليفل أب أبو ظبي هي ليفل أب ليفل أب جو عالي مية مية Are you ready? Are you ready? هي بروح متوتر بعد خوفها. Are you ready? Yes. يلا let's go. أنا متوتر أكثر عنهم. ها 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 20 28 28 مبروك يا ناس مشاهدينا الكرام مشكورين على متابعة حلقة اليوم وترينا الأسبوع الجاي إن شاء الله. في وين ذا كراود على تلفزيون أبو ظبي مع مواهب أكبر ومختلفة ومتنوعة أكثر تريونا وين ذا كراود